أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يتتبع الرخص في الأحكام الشرعية؟ الدين أمانة، أمانة بين العبد وبين ربه، يجب عليه أن يؤديه كما أمره الله ورسوله من فعل الفرائض وترك المحرمات، وما يستطيع من المستحبات وترك المكروهات، هذا أمانة بين العبد وبين ربه. والرخص إنما تجوز عند الحاجة إليها أو عند الضرورة إليها، تستعمل بقدر الضرورة بالحاجة إليها، مثل المريض يجمع بين الصلاتين، المريض يتيمم إذا لم يستطع الطهارة بالماء، المريض يفطر في رمضان، هذه رخص. المسافر يفطر يقصر الصلاة، هذه رخص شرعية يستعملها عند وقت تشريعها، وقت الحاجة إليها. أما أن يستعملها في غير محلها فلا يجوز له هذا، لا يجوز له هذا، والله لم يرخص له لذلك، إنما وضع الرخص في أوقات وحالات محددة لا تفعل في غيرها. على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يقوم بما أوجب الله عليه. نعم.